ينزع هذا فتيل الأزمة، ممكن تقديم القضاء لمشروع يمثلهم في مؤتمر العدالة اللي هو هيعقد ده، ممكن يعني ينزع فتيل الأزمة في رأيك؟ يا سيدتي الفاضلة، هناك قانون قتل بحثا في أروقة القضاء المصري، تبناه فيما سبق مجلس القضاء الأعلى والنادي ثم المستشار أحمد مكي يعني شخصيا، وهناك مشروعين تم التوافق فيما بينهم، وهناك مشروع معد. اللي عايز اللي يمشي عدل يجيب المشروع اللي عملوه القضاء ويقدمه كحكومة، كدولة، كرئيس دولة. مش هو مش عايز يسحب قانون، هو مش عايز يسحب القانون، طيب يتقدم بالقانون المشروع الآخر ويبقى الاثنين مطروحين على هذا المجلس التشريعي. لكن لا، احنا بنكسب وقت واحنا بنعمل حلول تساوي في النهايه اننا نضيع وقت القضاء، هيقعدوا بقى يرتبوا من المؤتمر وهم بيختطفوا في مجلس تشريعي مؤقت ومطعون على شرعيته الدستوريه. طيب. هذه عبثيه الحقيقه بالدوله المصريه، وان الاوان ان نكون قادرين اننا نكشفها ونتكلم فيها بوضوح. طب مستشار علاء، افرض ان القانون تبناه الرئيس فعلا، قانون قدموه القضاء ومتوافق عليه وقدموه قدام قانون حزب الوسط، لكن المجلس التشريعي قرر وهذا قراره والاغلبيه طبعا للحريه والعداله، انه لا احنا هناخد بخفض السن 60 وهنعدل من هنا لهنا لهنا، لكن في النهايه مشروع لا يرضى عنه القضاء، هتعملوا ايه؟ هو بس حضرتك مبدئيا بس قبل يعني في نقطه حضرتك سالتي مع المستشار على الشباب، نقدا كمان 150 ألف يورو سنويا لملابس الحكام، وكمان شركه اديداس هتدعم انديه الدرجه الثانيه والثالثه بتقديم ملابس للفرق بقيمه 3 مليون و400 ألف جنيه سنويا، وبرضه لو المنتخبات عايزه تعمل معسكرات في المانيا او الحاجات دي الشركه هيبقى ليها دور في تنظيم المعسكرات، الكلام ده صحيح يا كابتن مجدي؟ كل ده حقيقي بالفعل. احنا كان في يعني رحنا رحله مكوكيه لان طبعا الظروف اللي انت شايفها في البلد ظروف صعبه، وبالتالي الناس كانوا موجودين في شرم الشيخ، رحنا 24 ساعه انا والدكتور